باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Indeed, Allah confers blessing upon the Prophet, and his angels ask him to do so. O you who have believed, ask Allah to confer blessing upon him, and ask Allah to grant him peace. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك
فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا ولا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء:
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وفضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. أتاني جبريل فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك من أمتك أحد صلاة إلا صليت عليه بها عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليمة إلا سلمت عليه عشرا؟ فقلت: بلى أي ربي. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سجد شكرا لله تعالى لما أوحي له بذلك: وما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو يكثر. حديث حسن. وعن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى ملكاً أعطاه سمع العباد، فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها. أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكاً عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان، بالاسم بالاسم، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. حديث حسن. حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. حديث صحيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمام الدعاء، فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. Say, O Muhammad, if you should love Allah, then follow me. So Allah will love you and forgive you your sins. And Allah is forgiving and merciful. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Say, obey Allah and the Messenger. But if they turn away, then indeed Allah does not like the disbelievers. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. He who obeys the messenger has obeyed Allah. But those who turn away, we have not sent you over them as a guardian. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. O you who have believed, fear Allah and speak words of appropriate justice. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. He will then amend for you your deeds and forgive you your sins. And whoever obeys Allah and His Messenger has certainly attained a great attainment.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. And obey Allah and the Messenger that you may obtain mercy. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. And whoever disobeys Allah and His Messenger and transgresses His limits, He will put him into the fire to abide eternally therein, and he will have a humiliating punishment. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. It is not for a believing man or a believing woman, when Allah and His Messenger have decided a matter, that they should thereafter have any choice about their affair. And whoever disobeys Allah and His Messenger has certainly strayed into clear error. وفي حديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين. قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفعه بها 10 درجات. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم ولفظه صحيح. وعن حسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. صحيح لغيره. رواه الطبراني وروي مرسلا عن محمد بن الحنفية وفي رواية لابن أبي عاصم عن محمد بن الحنفية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. صحيح لغيره. رواه ابن ماجة والطبراني وغيرهما. وفي حديث حسن صحيح عن أبي بردة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات أو وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات. رواه النسائي والطبراني والبزار. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه 10 حين يصبح وعشرا حين يمسي حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صلى علي حين يصبح وحين يمسي 10 حلت له شفاعتي. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا يا رسول الله
أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. رواه أحمد والنسائي. لما روي عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل نخلا، أي بستان نخل، فاستقبل القبلة فخر ساجدا. قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها. فقال: إن جبريل أتاني فبشرني إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله عز وجل شكرا. يقول عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصلى عليه. كل دعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصلى عليه. فعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه 10؟ قال: بلى. أخرجه النسائي. وروي هذا الحديث من عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله عز وجل شكرا. ففي المسند عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود. قال عبد الرحمن: حتى ظننت أن الله عز وجل قبض نفسه فيها، فدنوت منه فجلست، فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله عز وجل قبض نفسك فيها. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني، قال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله عز وجل شكرا. أمه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. فوائد الصلاة على النبي جمعها ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، فذكر 40 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الإمام ابن القيم 39 فائدة من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نذكرها على وجه الاختصار: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه، موافقته سبحانه وتعالى في الصلاة عليه وإن اختلفت الصلاتان،
موافقة ملائكته فيها، حصول 10 صلوات على المصلي عليه مرة، أنه يرفع 10 درجات، أنه يكتب له 10 حسنات، أنه يمحى عنه 10 سيئات، أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم، أنها سبب لغفران الذنوب، أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه، أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة، أنها سبب لقضاء الحوائج، أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه، أنها زكاة للمصلي وطهارة له، أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته، أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه، أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه، أنها سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة، أنها سبب لنفي الفقر، أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة، أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدأ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط، أنه يخرج بها العبد عن الجفاء، أنها سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض، أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه، أنها سبب لنيل رحمة الله له، أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به، أنها سبب لمحبته صلى الله عليه وسلم للعبد، أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه، أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه وذكره عنده، وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه، أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من حقه، أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله. أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دعاء، ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم.